مخزن انه يقعد معاك فتره طويله ما يجرلوش اي حاجه لو انت مخزنه بالطريقه الصحيحه اللي هنشوفها مع بعض الفيديو ده هنشوفه بدون اي سوس. السلام عليكم اعزائي متابعي القناه، هنشوف مع بعض الفيديو ازاي تخزن الدقيق بطريقه صحيحه. كتير جدا مننا بيعاني ان هو بيسيب الدقيق في المطبخ عنده او في البيت يفاجئ فيما بعد ان هو الدقيق بقى فيه سوس وبقى فيه حشرات كتيره جدا. فالفكره الاول حاجه بدعوكم تضغطوا على زر الاشتراك في القناه عشان توصلكم اشعارات بكل الفيديوهات الجديده اللي هنعملها. مبدئيا حضراتكم الدقيق لازم يحتاج مكان يكون فيه هاوي، لو في انت بتحب تجيب الدقيق بكميات كبيره مثلا بتجيب الشكاير 25 او 50 على حسب استخدام منزلك، فيفضل انك تبقى عارف المكان اللي تخزن فيه الدقيق صح. مبدئيا لو خزنت الدقيق في جوه الشقه عندك او في البيت لازم يكون عندك مكان جيد للتهويه، يكون فيه مروحه على الاقل شغاله او شفاط بحيث ان في هواء جيد باستمرار، لان الدقيق لو سبته في مكان مكمور او خزنته في اكياس او برطمانات بعد فتره هتيجي ترجع تلاقي الدقيق سوس او انتشرت فيه الحشرات. فالدقيق ده زي ما قلت لحضراتكم ان هو محتاج مكان جيد للتهويه. حتى تلاحظوا ان الكيس لما هو برضه معمول هتلاقي الكيس معمول مش معمول بكيس اللي هي المنع الكيس اللي هي منع ان منع الهواء يدخل، هتلاقي الكيس معمول زي ما شايفين كده شكله ايه يعني نظام هي حاجات كده جيد التهويه. فعشان كده لو هتخزن دي بتاعه تخزنه في مكان جيد دوت. فافضل مكان في البيت عندك تخزن فيه ايه؟ قدامك حل من الاثنين. الحل الاولاني انك تفتح التلاجة وتخزنه في اكياس، تجيب اكياس كويسة جدا وتحطه في اكياس وتخزنه في درجة التلاجة عادي مفيش اي مشاكل خالص فيها تمام جوه درجة التلاجة. دي الفكرة الاولى. ومش هيجرى اي حاجة طول ما هو في التلاجة او في مكان اللي هو الديب فريزر. لو انت عندك ديب فريزر في مكانك في شقتك متوفر فيها ديب فريزر تقدر تخزن الدقيق كله فيه مش هيجرى اي حاجة، بس اهم حاجة تكون مقفله كويس عشان ما يحصلش ان الكهرباء تقطع والتلج او اي حاجة تسيح في التلاجة في الديب فريزر يبوظ لك المخزون كله. فدي حاجة مهمة جدا لازم ناخد بالنا منها. النقطة الثانية الطريقه الثانيه ان احنا ممكن نخزنه في مدخل الشقه، نحط نجيب اي عباره عن ترابيزه او منضده او اي حاجه بحيث نرفع الكيس من عليها من الارض، او نحط كرسي مش مستخدمينه في البيت نحطه عليه تمام، ونخزن ونغطيه من بره بكيس نغطيه من بره باي حاجه قماش او اي حاجه عندنا في البيت بحيث انها تحميه من وجود اي تربة عليها او اي حاجه بره في تقلبات الجو. فالمهم عرفنا دلوقتي الفكره ان احنا لازم نخزنه في مكان جيد للتهويه، لو مكان مش جيد للتهويه هتلاقي سوس معاكم. زي ما احنا قلنا دلوقتي تخزين الدقيق بالكيس لو عندك كميه كبيره بتخزن بره على مكان مرتفع وليكن كرسي عندك في البيت تمام، بيتخزن الكيس زي ما هو كده تمام، وبيتحط قماشه كده تحميه من الاتربه او اي شوايب او اي حاجه زي ما انتم شايفين كده، بيتخزن بيقعد معاكم الفتره كلها لحد ما يخلص الكيس من غير ما يبوظ الدقيق عندك او يسوس. اهم حاجه زي ما قلنا لكم لو انت عندكش مكان جاي التهويه او في شفاط في البيت عندك او في المنزل او مش مخزن مكان مظبوط للتخزين يبقى في اللي عندك في مكان التهويه اللي بره. انا بشكركم لمتابعه الفيديو للنهايه، لو عجبك الفيديو اضغط على زر لايك، لو انت شايف ان الفيديو ده يفيد حد تاني يا ريت تعمل له مشاركه، وادخل على القناه عندك هتلاقي فيديوهات كتيره جدا تهمك. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.